وكمان من جديد اختفاء قبطية مسيحية بدير أبو حنس بملاوي، وأسرته تناشد الجهات الرسمية لعودتها. كشفت أسرة قبطية بقرية دير أبو حنس مركز ملاوي محافظة المنيا عن اختفاء سيدة قبطية متزوجة يوم 1 مارس من الشهر الجاري، وتم تحرير محضر بقسم شرطة ملاوي مطالبين سرعة التدخل لكشف غموضها وعودة لأسرتها وأولادها. وقال أحد أقباط القرية أن السيدة المختفية تدعى دميانة مسعد سعد، 33 عاما، تعيش في منطقة كنيسة ماري مرقص بقرية دير أبو حنس، ولديها 3 أطفال، وخرجت يوم 1 مارس وانقطع الاتصال معها دون معرفة مصيرها. وتوجهت الأسرة وقامت بتحرير محضر رسمي للتغيب، وناشدت الأسرة الجهات الرسمية التدخل لكشف غموض اختفاء السيدة وعودتها لأجل أسرتها وأطفالها، حيث أن حالتهم سيئة وفي حالة بكاء مستمر طوال الوقت لأجل والدتهم. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، ولكم مني كل الحب والتقدير، والسلام ورب يكون وأيضا وفيكم أيضا بالموقف الإيجابي والحكم على المتهمين بالهجوم على دير الأنبا صموئيل المعترف. تم إعدام البعض والآخرين تم السجن بالأشغال الشاقة المؤبدة، وسوف نوفيكم بكل التفاصيل في الفيديو القادم. لكم مني الشكر والتقدير والاحترام.